قلك المفروض تكون توعية أكثر من ناحية الإعلام ومن ناحية الإذاعة بالجوامع والحسينيات، وهذا لأنه مرض خطير يعني، والمفروض الواحد ياخذ حذر يعني حذر من هذا المرض حتى لا ينتشر يعني. أكو ناس يعني عايشة على القوت اليومي يعني، إذا يوقف 3 أيام يأثر عليه يعني، إيه هذول أصحاب القوت اليومي. ولكن أكو ناس بعض احتياجات صير عندها، مثل يذهب للصيدلية أو للأسواق ينقص بعض الحاجات، فهذا سبب الناس تطلع يعني. حسب الفيديوهات المنتشرة على اليوتيوب واللي دا يصورون اللي هناك يقولون انه هي ما مسدودة طبعا، وكل الناس ما تدري، فمعتمدين على الاخبار وعلى الاعلام وعلى النشر، وما حد ما يدري بهاي السالفة. فاكيد احنا طبعا من جتينا هاي الوباء ومن اجانا هذا الكورونا غير من وراء انه الحدود مفتوحة، غير انه هسه موجودين الايرانيين وسطنا، من دا نروح للكاظمية وللمناطق المقدسة دا نشوفهم موجودين، هذا معناته ماكو غلق كامل للحدود. والله مستشفياتنا ما قادرة على تحمل العبء الكبير اللي يصير إذا انتشر الوباء عندنا بشكل فاحش، لأن إحنا ما عندنا أجهزة تنفس اصطناعية كافية، إحنا ما عندنا بالوقت الحاضر أجهزة تنفس اصطناعية، ولا قادرين إنه نوفر بالزمن القريب يعني أجهزة تنفس اصطناعية كافية. فلهذا الحيطة والحذر واجبة، إنه حتى ما يصير بينا مثل إيطاليا مثل إيران وغيرها. أغلب الناس هي رزقها يومي، تضطر تطلع يوميا إنه تكسب قوتها. أكو ناس عيشتها على اليومية، إذا اشتغلت اليوم أكلت، ما اشتغلت اليوم ما راح تقدر تأكل. فلهذا أغلب الناس يضطرون يطلعون في سبيل قسم قوتهم، خاصة هسه إحنا بظروف اقتصادية صعبة، وأغلبها عيشتها بسيطة. كنا ندري ظروف وزارة الصحة ووضعية البلد الاقتصادية وإجراءات كلش بسيطة، ووضعية الاقتصادية أثرت بشكل كبير كلش على وزارة الصحة وإجراءاتها، فما أعتقد حتسيطر أو تقدر تسيطر على الوباء، أعتقد ينتشر أزيد. الإجراءات الحكومية ضعيفة والمواطن ما متعاون، يعني هسه احنا منع التجوال وباع العالم هالكل طالع تقول عندهم احتفالية، مو صحيح. ووعي الجماهير ضعيف كلش، وعي الجماهير كلش ضعيف. التكافل الاجتماعي موجود، يعني هسه احنا شو بك احكيك على منطقتي، يعني ما شاء الله الناس اللي عنده إمكانية عندها قام يسوي أكل ويدز الجارة ضعيف، اللي ما عنده قوت يشتغل يومه هم قام يكفلوا له ويطول الناس، يعني اكو تكافل اجتماعي. شوف هو التراكم مع وزارة الصحة، وزير عبر وزير، كانوا مصالح أحزابهم ومصالحهم الشخصية، ماكو أي شيء بوزارة الصحة،
ما اعتب غير البنسلين يعني، وهاي ابره البنسلين وابره الخبط وما يا اجراءات الصحيين ايش نحكي احنا يعني. وزاره الصحه فاشله بالعراق، لا المواطن العراقي ما عنده وعي، ما يدرك ما يدرك الخطوره شنو هي. المواطن العراقي هسه عبالي معتبرها عطله، ده يطلع ويتونس بهذا ماخذ جهاله واخذ مرته. البارحه اشوف بالزياره، البارحه مخلي اطفال بعمر الولد صغار ماخذهم لزياره، والعالم كلها الكره الارضيه كلها تقول وباء، هو يدفع ابنه بالعربان ومدير زياره. سيراد اجراءات واحترازات اكثر من هذا الشيء، لان الاجراءات التعقيم، توفير مواد المعقمه، الدعم لاصحاب المحلات من حيث مواد التعقيم. اكو عالم تعرف انت يعني شغلها يومي، ما يقدر انه ما عنده غير قوته اليومي يعني شغله بيومه. أنا برأيي إنه قلة وعي شوية زين، لأنه الناس ما داركة الخطر الحقيقي لهذا الفيروس، ما أخذته إنه هو إنفلونزا عادية زين، وما أخذ على محمل الجد زين، فالناس يعني ما أخذته إنه هو خطر حقيقي، فلذلك إنه ما أخذه باستهزاء. الكادر الصحي بالعراق يعني ما مؤهل إنه يواجه هيك خطر، بس يعني انا اعرف اللي اعرفه انه لو يمشون على اجراءات السلامه زين ويتبعون الاجراءات اللي هي تحط من خطر الحقيقي لهذا الفيروس. والله هي الحكومه يعني مسويه اللي على حضره الجوال، والناس لو تلتزم به وتمشي على الطريق الصحيح فاكيد راح يحد من انتشار الفيروس هذا. ما تعتبرين شيء ثاني؟ Gracias.
سدينا الشباك. لا 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 سدي شباك سدي بس الشباك سدي. اي عندنا تعاون لازم احنا الشعب كله يتعاون في سبيل نوصل الى مرحلة القضاء على هذا المرض. يعني اكو دول عظمى مثل امريكا الصين هي بنفسها اللي صار بيها هذا المرض ما قدرت تقضي على هذا المرض فما تقدر. لازم احنا نتعاون وياهم في سبيل نقضي على هذا المرض الخطير على الشعب العراقي. انا اشكر الشباب يعني هاي من عندهم هم تبرعوا في سبيل يقضون على هذا المرض في هاي المنطقة. لازم مو بس هم لازم احنا هم نتعاون كل زقاء كل محلة كل بيت في سبيل نقضي على هذا المرض. وانا اشكرهم بنيابة عن منطقة الحرية الاولى الشباب يعني اشكرهم شكر جزيل من عندي يعني بالنسبة يعني لي كمواطن من اهل منطقة الحرية الاولى. قوات الامنية سووا حظر التجوال وكنا نطلع برا ما يصير حظر التجوال هو نقعد كنا بالبيت في سبيل نقضي على هذا المرض. Thank you.
واكيد يعني اكيد يعني من اجل كسب القوت اليومي يعني ماكو بديل. يعني اذا انت تفرض حظر على الناس زين وهو مثلا قاعد ايجار او قوته يوميا شلون راح يدبر اموره؟ اذا ماكو بديل زين. هو مكان ما يعني يطلع حظر التجوال ها يروح مثلا يقفل المطارات يقفل الحدود. انا من الناس قبل اسبوع اجيت من سوريا طبيت العراق بلدي ها لا فحص ليش اسمه لا اكو لجنه طبيه لا اكو ابد نهائيا اختم وطب جو اخذ جنطتك وروح. زين انت ما تدري انا حامل فيروس او حامل اي مرض مو الا شغله فيروس كورونا زين. طبيت اعتيادي يعني مثل ما يقول يعني سايبه بالمعنى الاصح او بالمعنى اللي الدارج بالعاميه زين سايبه. ما دام اكو فساد اداري ومالي مستحيل يسيطر على هيك مرض يراد لامكانيات يراد لناس عندها ضمير ناس عندها وطنيه ناس تخاف على بلدها زين. بديك الساعه يعني انا اكد لك انه يسيطر على المرض مو وينهي نهائيا بالبلد. عزيز احنا نقول مثل ما نقول مثل العراقي اليد الوحده ما تصفق زين يعني الصحه وحدها ما تقدر تسوي شيء زين يعني. وانت تعرف مستشفياتنا زين يعني ومراكز الصحيه لان احنا لازم لسه من ذاتنا احنا نطلع احنا جماعتنا الشباب توعي العالم. ما يصير بس الصحه وحدها تنذبح على الصحه بس يعني ما عندها امكانيه أنا تواجه هذا الفيروس ما عندها إمكانية أنا تواجه هذا الفيروس وحده ما تقدر. وزير الصحة طلع قبل كم يوم فيديو وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من قال إحنا الصحة مالتنا المستوى مالتها حال الصومال يعني يا مرحلة واصلة بعد إحنا الصحة مالتنا يعني دول العظمى إيطاليا ولا أمريكا الباقيات ما قاعد تواجه الفيروس. لازم احنا نطبق الحظر بحذافيره لازم نساعد القوات الامنيه ما نظل نفتر بالشارع. هو حظر تجوال لازم هو حظر صحي حجر صحي ان تبقى بدارك. احنا من خلال المنشورات اللي بالفيس بدنا ننزلها نوعي العالم النيابه ظل ببيتك واحنا ده شوفنا انت هسه زين عيني قاعد نفتر بالشوارع جهود ذاتيه وبدنا نشتغل والحمد لله والشكر بسبب القوت اليومي. يعني اكو عالم دخلها محدود دخل مالتها محدود يعني اليوم تقعد بيه ما تقدر اكو ناس ما تقدر تاكل. الفقر يعني ماخذ من العراقيين هواي. لأن العالم كلها ظلت بعوز يعني إحنا هم بعوز يعني نطلع همين على
قبل كنا هنا فاتحين يم المنتزه عزلوها المنتزه يعني ماكو هسه من يوم طينا منا ولو انا بالمدرسه يعني موظفه خدمه بس انا اقول لك يعني هسه لازم تاني راس شهر ولو اكو راتب لو ماكو راتب بريده تطلع برا اللي طلعوا زيارات واللي طلعوا على المحلات اللي يطلعون ما يمتنعون من هذا الشيء ولا حتى يخافون من هاي الامراض يعني احنا صار لنا تقريبا اسبوع هنا بالبيت ما طلعت غير اليوم على اخويا هنا بالمدرسه ورجعت زين رحت للصيدليات جفوف ماكو كمامات ماكو ويقولون ديروا بالكم من هذا الوباء تعقيمات وين اكو كل شيء ماكو الكمامات يعني حتى لو واحد يشتري ما يراد فلوس فلوس ماكو. والله امكانيات ما موجوده والله هي المفروض الحدود كلها تنسكر لان هذا مرض وباء عالمي يعني انا المفروض اسوي الوقايه من خارج البلاد على الحدود يلا اقيم من الداخل زين اذا الحدود مفتوحه شلون هيك حاله والله والفقر العاوز هذا موجود شوف انت يعني تسكر بيئه الناس فقره يعني ناس عايشه على اليوم يوم ماكو شغل يعيش يوم ماكو شغل ما يعيش مشكله يعني ما تقدر والله الحكوميه غير كافيه اذا ماكو تعاون من الشعب غير كافيه فالمفروض لازم الشعب كله يتعاون وياهم لازم يصير تعاون بيناتنا على الاقل نقدر ولو شيء قليل نقضي عليه